طيب اليوم إن شاء الله حنبدأ بدرس جديد، نبدأ بهذا السؤال. يلا ركزوا لي شوي. هل يمكن أن يكون الميت حيا؟ يلا يا ريم، تفضلي ريم. إيه أنسي بيكونوا أحياء عند الله سبحانه وتعالى، هني بالجنة، هني الشهداء. مين هنين؟ أيوة الشهداء. إذن هو ممكن يكون الميت حي في حالة لما يكون شهيد، واللي هو يقصد به مين الشهيد؟ أي شهيد؟ هلا في كتير في أنواع شهداء، إذا حدا عنده فكرة. أنسي أنا بجاوب. إيه تفضل، تفضلي حنان. أنسي الشهداء الذين قاتلوا في سبيل الله، الله سبحانه وتعالى قال احسب الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. تمام، بارك الله بك. وفي كمان الشهداء، في كمان أنواع أخرى من الشهداء. ابتسام عندك علم؟ إيه أنسي اللي بيموت غريب عن وطنه. بيموت غريب عن وطنه، يعني هي اختلف فيها، بس في كمان في قبل الشهداء أنسي يعني ثابتة. أنسي اللي بيموت بمرض كمان. أيوة اللي يموت بمرض. تفضلي ريم. هو الشهيد الغريق والحريق. أيوة الذي يموت بغرق. أيوة والذي يموت بحريق، صح. في حدا عنده إضافة؟ حلا، حلا عندك إضافة؟ في كمان واحد. أسي أنا بجاوب. اللي بتموت أثناء الولادة. لا لا مو هي. أنا بجاوب أقول أسي اللي بيموت بالهدم والمبطون، يموت بألم مرض بطنه. المبطون صح. وفي كمان الذي يقتل ظلما وعدوانا، اللي بيكون مظلوم ويقتل، هذا كمان شهيد. إذا نحن عندنا كتير أنواع شهداء، لكن المقصود الآن في درسنا اليوم هم الشهداء، لذلك عنوان درسنا اليوم هي مكانة الشهداء عند الله تعالى. ويقصد يعني لما نطلق كلمة شهداء يقصد بها هو شهيد المعركة اللي كان بمعركة هي بين مسلمين وبين كفار. طبعا هلا في معارك ممكن تصير بين فئة مسلمين وفئة مسلمين، هي لا ما يعني هي بيكون فيها في عليها إشكال، إنه يعني قصدي إلها أحكام أخرى، مثل ما بتتذكروا أخذنا بسورة الحجرات إنه لما يتخاصموا فئتين سواء بكلام أو لما توصل الموضوع يوصل لقتال أو شيء، في إلهم أحكام مختلفة. أما الشهداء لما يطلق لفظ الشهداء فهو المقصود بهم الذين قتلوا في معركة بين فرقة المسلمين وفرقة الكافرين. طيب أين نحن الآن من التربية الإسلامية؟ يعني درسنا اليوم يعني وين مكانه؟ نحن قلنا أن التربية الإسلامية هي عبارة عن أخلاق وعقيدة وتشريع. أيوة بالعقيدة. ليش بالعقيدة؟ مين بيقول لي ليش ضمنت هاي الآيات اللي هي قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون؟ طيب تفضلي حنان. أسي من درس العقيدة، الله سبحانه وتعالى هو فرض الجهاد علينا وقال كتب عليكم القتال هو كره لكم، فصار يعني الجهاد هو من يعني مثل الصلاة الصيام الزكاة مثل أي شيء، فهو من يعني أمور ديننا، فهيك من عقيدتنا يعني الجهاد. أيوة صح، هو يعني قاربتي بالإجابة، بارك الله بك، شكرا حنان. هو إنه الموضوع موضوع يدخل فيه الإيمان، يعني اللي بيطلع لساحة المعركة وتارك هو وراء كل الدنيا، اللي هي تارك أولاده، تارك زوجة، تارك أم وأب، وتارك عيال، وتارك مال، تارك الدنيا كلها خلف ظهره وطالع في سبيل الله، هذا شو اللي بيحركه؟ ما بيحركه إلا الإيمان، الإيمان بأنه وجوب الدفاع عن عقيدة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الدفاع عن أمة لا إله إلا الله، الدفاع عن الأرض التي عليها يعني عليها الناس الذين يؤمنون ويوحدون الله سبحانه وتعالى. إذن المنطلق كله منطلق عقيدي يتعلق بالإيمان وتوحيد الله سبحانه وتعالى. طيب ماذا سنتعلم اليوم بدرسنا إن شاء الله؟ كالعادة يعني صار عنا معروف إنه نحن أول شيء نتلو الآيات تلاوة صحيحة منضبطة، مثل ما قلنا نحقق فيها الأحكام التجويد البسيطة أو الأساسية،
بعدين نحاول أن نفهم الآيات فهماً موجزاً بشيء من التفصيل وشيء من التفسير، ونستخرج الأفكار الرئيسية، ثم نستنتج معاني المفردات والفوائد المستنبطة من هذه الآيات. طيب، قبل أن نبدأ بتلاوة الآيات بدي أتذكر معكم اللي هو مثل ما قلنا، هلا نحن عددنا نشوء أنواع الشهداء، وقلنا إنه في شهداء شهداء اللي هنا بيكونوا اللي هو مثل ما قلنا الغريق أو اللي حرق أو اللي مات بمرض أو اللي قتل ظلما، وفي عنا الشهداء اللي هن هيفاء. لكن الثابت عندنا، الثابت في السنة وفي القرآن كمان الآن سنرى في الآيات القادمة، إنه الشهداء الأحياء هم فقط الذين يقتلون في ساحة المعركة. ودليل ذلك، أو يعني من هلا حنشوف نحن من القرآن حنشوف نفسر الآيات، في كمان ورد حديث نبوي حنقرأه سوية ونشرحه، هو بيأكد هذا المعنى. حقرأه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد، طبعا كلكم بتعرفوا شو أحد صح؟ شو هي أحد؟ غزوة أحد هي المعركة الثانية بعد، يعني أتت بعد معركة بدر. طيب، جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة. يعني هدول اللي استشهدوا، يعني اللي ماتوا في معركة أحد، فالله سبحانه وتعالى جعل أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم، المقيل هو مثل القيلولة، يعني وقت الإنسان لما بياخد هيك بينام شوي، مو اسمه قيلولة بنسميها. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب. يعني إنه ما يتراجعوا عند الحرب، ما يولوا الأدبار يعني. فقال الله سبحانه: أنا أبلغهم عنكم. قال: فأنزل الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء إلى آخر الآيات. إذن يعني شوفوا كيف على قد ما هن شاء هذول الشهداء، على قد ما يعني النعيم اللي شافوه والجزاء اللي لاقوه بعد يعني استشهادهم في المعركة. وممكن طبعا الشهيد مو فورا يقتل على فكرة، انه تطلع روحه ممكن يتعذب شوي، يتألم مثلا، يصاب بجروح بليغة وكذا، ثم بعدين الله سبحانه وتعالى يأخذ روحه وبيصير شهيد. فكل هذا العذاب وكل هذا شو بيسموه التضحية في سبيل الله، أين وجدها؟ وجدها في الجنة، على أنه كيف صارت أرواحهم مثل الطيور، وين بيطيروا وين ما بدهم، بيروحوا بالجنة بيأكلوا اللي بدهم، وتأوي هي حتى أرواحهم تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. متخيلين المنظر شو حلو؟ يعني عرش الله سبحانه وتعالى في أعظم من عرش الله، نازل منه قناديل بتعلقوا فيه، يعني مثل كأنه نازل أقفاص منها هيك ومذهبة وجميلة، وهن عم يروحوا ويجوا على هاي الأقفاص ويتفتلوا شلون ما بدهم بالجنة. سبحان الله على الصورة الجميلة. فهن على قد ما شافوا هالجمال هاد وهالنعيم وهالفضل هاد، فتمنوا انه يوصلوا لاخوانهم اللي لسه بالدنيا، انه لو تعرفوا شو شفنا وشو الجزاء اللي نحن الله جازانا اياه، يا ريت يعني يوصلكم جزء من هذا الوصف او جزء من هذا النعيم. فالله سبحانه وتعالى تكفل بان يبلغ كل الناس وكل المؤمنين بهذا النعيم. طيب، نستعرض الآن الآيات نقرأها. طبعاً نحن عندنا الكلمات المفتاحية، يعني هي مثل هيك إنه كلمات سبحان الله تكررت بالآيات، هي سبيل الله، وفي كلمة شهداء طبعاً، وفي خوف تكررت كثيراً حنتناولها، يعني هي في حيكون في نوع أنواع من الخوف، وفي عندنا كمان نعمة
النعمة والفضل من الله سبحانه وتعالى وفي الإيمان.